الرب جاي قريب، الرب جاي في لحظة في طرفة عين. الرب بيقدم رسالة لكل واحد منكم قاعد بيسمع النهاردة. ربنا مش حطك النهاردة قدام التلفزيون بالصدفة، لكن النهاردة خد الرسالة دي من الرب إن هو جاي قريب، وإنك أنت مش هتعرف تقف قدامه بميزان حسناتك وسيئاتك، مش هتقدر إنك أنت تقف أمام جبروت الله وعدله، وما فيش حد يقدر يقف قدامه، لأننا كلنا في الموازين إلى فوق، كلنا كفتنا بتطلع لفوق وما بنقدرش إن إحنا نثبت أمام عدل الله. لكن امسك في رحمة ربنا، امسك في المسيح اللي قدم لك فداء ببلاش، فداء ببلاش بيقدمه ليك، بيقول لك تعالى خد بلا فضة ولا ذهب ببلاش، اقبل هذا العمل، أنا هشيل عنك كل ذنوبك وأنا هغير قلبك وأنا هنور عينيك باسم يسوع. أنا أثق أن ربنا يفتح العينين أكيد منور. وهي صلاة لكل مشاهد أنه فعلا اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، أطلب الرب ما دام يوجد، تناهي الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة. لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. خلينا لك شو بيعطيك المسيح. يعطيك لما منتوب ونرجع لإله، يعطيك غفران الخطية، بيعطيك الخلاص، بيعطيك الحياة الأبدية، واسمك بينكتب في سفر الحياة. هل تريد أن اسمك اليوم ينكتب في سفر الحياة؟ هل ممكن تقول آمين في هذه اللحظة؟ فعلا إذا جاوبت مع هذه الرسالة تواصل معنا، منحب نسمع منك. الله يحبك والله عاوز يكون في علاقة معك، وعاوز فعلا أنه تكون لك الحياة الأبدية. إلى اللقاء والرب يباركك.